ولا هم يحزنون. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البرية. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البرية. أعلى للإله الحمد في كل لحظة على ما هدانا ملة خير ملتي وكرمنا فضلا علينا بأحمد نبي الهدى معي رضا والرزية رسول دع الكفار للحق فأولى فهو مهتد والفوز نالوا بجملة ومن منعوا منه فأردوا وأهلكوا بأنواع تعذيب وأسنا في نقمة وأيده بالمعجزات وبالأولى هم شيدوا دين الإله بنصرتي وجدوا بأموالهم وباعوا نفوسهم لدين الهدى في كل موطن غزوتي وشرف منهم أهل بدر إلى هنا بأنواع وأعلى مزيتي وفي مدحهم جاء الكتاب وسنة كفاهم لهم نفس الكتاب وسنتي وصلى على الهادي وآله وصحبه صلاة مع التسليم رب البرية. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البرية. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق رضا ربي يا صداقين الكبرى من شهداء أرض بدر عند رمل دا
சொல்லி வசலிம் தாய்மன் அபதா മൗലിദ്വരയണം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. വിധികർത്താക്കൾക്ക് നന്ദി. ജനറൽ വൃദ്ധപരായണം പ്രധാന വേദിയിൽ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്നു.